السلام عليكم ورحمة الله. جمعة مباركة للأعزاء الأحباء الأحرار الحرائر الشرفاء الشريفات مولي السيوف الثقيلة اللي ما معاهم حيلة، أما الهم لك حل فليدور إلى 120. إذن الآن نحن متواجدون في مدينة آسا في حاضرة المحيط المناضلة، بعد ما أوصلنا في ساعات متأخرة ليلا بالأمس 2:30 ديال الليل اللي وصلنا، وقمنا بعدة أنشطة في مدينة الرباط كلها بالنجاح، لأن أهم حاجة من يتم الاستقبال ديالنا بحفاوة من طرف إخوان اللي تنشكرهم تنحيهم من هذا المنبر، اللي رغم الانشغالات ديالهم إلى آخره خصوا لنا واحد الحيز مهم من الوقت واستمعوا إلينا واستمعنا إليهم إلى آخره. كذلك نحن لا نبخل على أي كان من الفئات التي تتضامن معنا من يعني ما ندريه وما نعرفه وما راكمناه من خبرات ميدانية، يعني نكمل بعضنا البعض، لأن احنا تنتعلموا وتناخذوا بعض الأفكار وبعض الخبرات وبعض المعلومات من إخوان أعزاء، نستقي ونسعى إلى المعلومة أينما كانت، لأن دائما كما أؤكد أن من يمتلك المعلومة يمتلك القوة. لانفورماسيون سي دو لارجون سي لو باور، واللي عنده الباور تيورك ويعافس وما يشاور. إذن كما يعلم الجميع أننا خلال تقريبا 10 أيام كانت عندنا واحد الحركية دائمة، ماشي بحال الراكدين في مستنقعات الدل والعار واللي تيجيبوا غير لابسورد، تيقول لك قال لينا وقال لينا صورنا حدا المقر وقال لينا. باش نختصر الموضوع، غير بالنسبة لضحايا النظامين المقصيين ما قبل 2012 خصوصا متقاعدين بالعاشر، اللي قال لك قال لينا وقالتنا ليه وجاب لينا وجبنا ليه بعد ما دينا ليه ربعية والحدية، اش قال لكم؟ اش قال لكم؟ قال لك سيدي الملف وسنتقاتل وسن إلى آخره. في الوقت اللي أنا أعرف بأن بعد اللقاء ديال 17 يوليوز بين يعني اللجنة العليا للتعليم برئاسة بن موسى والكتاب العام للنقابات، تلموا آنذاك المسودة الأولية، اللي مني قال لك أولية يعني رباط ماشي نهائية، للإشارة في المسودة النهائية ستكون يوم 23 غشت، عطاوكم واحد الفرصة ديال الشهر. إذا تارت واحد التداعيات واحد الرجاء أخذ ورد باش يعبروا لكم الطانسيون، وعبروا لكم فعلا الطانسيون. اللي خرجت إشاعات ويقول لك هذه راه مسربة، شتي يقول لك لا راه ماشي رسمية إلى آخره، وما راه كانوا تيعبروا لكم الطانسيون يا ولد عمي، لأنها هذاك الشيء اللي فيها يعني 70% راها هو اللي غادي يكون مستقبلا. إذا مني تسلمت أنا ذاك الكتاب العام ونتسلموا يعني المقترحات النهائية بالنسبة للوزارة في بعض النقاط اللي كانت لا زالت لم يحصل فيها توافق، اللي هي داخلة إلى التداول وباقي ما حصلش فيها توافق، في حين أن النقاط اللي كانت متفق عليها هذاك صافي انتهوا منها. للأسف الشديد عدم التواصل كالعادة للنقابات مع الشغيلة، حتى الملفات اللي توافقوا عليها ما تيقولوش بانها الملفات اللي منتهيه اللي تم الحسم فيها ما قالوهاش، وبقاو تيروجوا بعض الامور اللي شفتوا
وحول هذيك كانت حول الملفات اللي داخله في التداول، واللي الوزاره قدمت اقتراحات ديالها للكتاب العامون باش يتاخذوا موقف نهائي لا رجعه فيه بالنسبه لهذيك النقاط المتبقيه اللي سموها المتبقيه. لان كاين فرق بين المتبقيه وبين العالقه الزالقه اللي غادي تجري طوالها حتى يبدا شي تفاوض جديد. اذا اللي تيهم بن موسى كما قلت هو الاجراء ديال القانون الاطار 51/17، الرؤيه الاستراتيجيه ديال 2015-2030 اللي خرج منها الفراغمون ديال خارطه الطريق اللي هو 2022-2026 تيهمو هو، وخاصو يستعجل بالتنزيل ديالو ابتداء من فاتح شتنبر 2023 دور 120. حنا انذاك كان لان الكتاب العامون ما عندهمش الصلاحيه، او المكتب الوطني ما عندوش الصلاحيه باش يتخذ القرار الحاسم للرد على هذيك المقترحات ديال بن موسى، فكان لزاما على النقابات الاربعه الاكثر تمثيليه باش تجمع المجالس الوطنيه ديالها ويتخذوا القرار النهائي، وبالتالي تمنح الشرعيه الى المكتب الوطني ليتخذ القرار الحاسم او الرد الحاسم على بن موسى. إذن كنا متواجدين في جميع المقرات المركزيه، تكلفنا العناء ديال التنقل، وتكلفنا يعني الاتعاب ماديا ومعنويا ديال التنقل ديالنا، ديال المبيت، ديال كل شيء. نشكر من هذا المنبر الاخوان الاعزاء الافاضل الغيورين من لي فان ديالنا اللي تعاونوا معنا، ومن بعض المعدودين على رؤوس الاصابع بمن اللي تيعنيهم الامر المتقاعدين ضحايا النظام اللي تنشكرهم من هذا المنبر، في حين ان قجاوج عيشورا كالعاده يروجون يعني اشياء لا اساس لها من الصحه، وان الملف فعلا ديال المتقاعدين ما قبل 2012 لم يدرج البتة، بل هو نقطة عالقة زالقة في علم الغيب. اذا لولا التواجد ديالنا ووجهنا نداء آنذاك الى عفوا